إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السعي نحو التنمية الشاملة وأمرين أبنائنا وبناتنا العمل عن تحقيق هذه الرؤية الطموحة. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. 2030 مع عادل باربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما وأبدا نسأل الله عز وجل أن نكون في أمن وأمان في وطننا الغالي وفي بيوتنا وأنفسنا. مستمعينا الكرام، أطلقت رئاسة أمن الدولة حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 اللي بتهدف إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن وكذلك المقيم. ولذلك هدفت الحملة أيضا إلى تأكيد أهمية إسهامها في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة اللي قد يكون فيها إرهابيين أو مطلوبين أمنيا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهين أو اللي لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل المباشر مع مركز البلاغات الأمنية 990. لذلك من المهم مستمعينا الكرام أن نفرد في هذه الحلقة يعني كلام خاص وحديث خاص عن هذا الدور العظيم الذي تقوم به أو الذي يقوم به مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد. لذلك ضيفنا في هذه الحلقة المستشار القانوني الأستاذ معاوية الطريفي. حياك الله أستاذ معاوية وسعد بوجودك معنا في هذه الحلقة. يلا حيا، وأنا سعيد أكثر. سلمكم الله أستاذ معاوية. طبعا هذا المركز وإطلاقه لحملة تعريفية بشكل كبير، ونحن في هذا الصدد لنتعرف أكثر حول الدور المنوط بهذا المركز ودورنا إحنا كمواطنين وأيضا المقيمين الموجودين هنا. يريد تعطينا فكرة، وأنت يعني شغلت يعني بشكل كبير ولعلك بعض المشاركات والحديث حول هذا الموضوع، عن الدور الفاعل الذي يقوم به المركز بإيصال المعلومة. صحيح، بالنسبة للدور المركز كان ناشئ من أيام قبل الدمج اللي يمكنت المباحث العامة. نعم. فكان له دور فعال في عملية التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع وتلقي البلاغات وتحويلها وإدارتها للوصول للهدف المنشود. المركز يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة ويتواصل مع الجهات المعنية لتوجيهها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يرونه. نعم. يتلقى البلاغات ويتوجه ناحية المطلوبين، حتى من ناحية المطلوبين اللي يرتؤون أنهم يسلمون أنفسهم أو التائبين أو غيرهم، يمكنهم التواصل عن طريق المركز وتسليمه، وسهل عليهم بعض الإجراءات وفي حفظ للدماء واستباقية بالنسبة للمجتمع. نعم. أنا أريد تعطينا يعني حديث حول أهمية يعني إحنا دورنا كمجتمع، سواء كان المواطنين والمقيمين، ومع هذه الحملة التي تقام الآن للتعريف بمركز البلاغات. هنا دور كبير، الله يعطيهم العافية، بدأوا يطلعوا ويخرجوا ويتكلموا عن الدور الكبير. إحنا دورنا يريد تحث المستمعين حول الدور الذي ممكن أن يقوموا به للتعرف أكثر حول مركز البلاغات. أستاذ معاوية، بالنسبة للمواطنين والمقيمين عليهم دور جبار، لأنهم هم المجتمع. نعم. وهو اللي ممكن يلاحظ جاره إذا كان لديه، أو اللي داخله حوله نفسه محيطة، أو إذا كان في دخيل عليهم عنده أفكار ضالة أو عنده توجهات أخرى، أو في كان في تحركات مشبوهة أو مواد منقولة خطرة أو ما شابه. نعم. ودورهم حساس جدا، ويعتبرون رجل الأمن الأول في خط الدفاع عن هذا البلد المعطاء، يحتوى الناس كلها ووفر لهم سبل المعيشة ووفر لهم الأمن والأمان ووفر لهم الاستقرار. لا يقل دورهم عن دور المباشرين للواقع، لأنهم هم المصدر الأول للمعلومة في هذا النطاق.
عملية التخوف اللي أحيانا تكون من بعض الأشياء أو سوء الاستعمال أو القيدية هذه غير مرغوب فيها. في بعض أحيانا يسول له نفسه يكون بينه وبين شخص حاجة ولا شيء أو يدعي عليه، هذه يعاقب عليه النظام. في نفس الوقت بعضهم يقول لك لا والله أنا متخوف، ليش تخوف إذا كانت رؤيتك صحيحة أو فيها حالة اشتباه؟ لأن الدولة راح تتعامل مع الموضوع بجدية وراح تتحقق من الموضوع، لكن يتطلب فيه حسن نية. حسن نية واجب في كل شيء، لأنه هذا يعود عليك وعلى أبنائك وعلى أسرتك وعلى عائلتك إذا فقد الأمن أو إذا صار في زعزعة في المنطقة اللي أنت فيها. بلا شك، صحيح صحيح فعلا، التعاون مطلوب. نعم نعم، وأنت كما تفضلت أستاذ معاوي، يعني الآن يعني من يريد أن يقوم بالاتصال هو ما بين قد يكون متخوف من شيء، أو قد يكون يعني ليس لديه المعلومة الكافية الوافية اللي يتكلم فيها، فممكن أنه يتكلم بطريقة قد لا يكون هناك نوع التبين. فأتمنى أنه كيف ممكن الواحد يعني يستخدم هذه الوسيلة الاستخدام الأمثل بما يعود علينا نحن كمجتمع على وطننا بشكل أساسي بالأمن والأمان لنا جميعا. صحيح، مثل الحالات هذه أحيانا تبين عليهم على نفس الفئات هذه، نعم، وتكون منحرفة عن المجتمع، تكون عندهم انطوائية، عندهم توجهات أخرى، عندهم ألفاظ تكون مغايرة لما جرت عليه العادة، عندهم توجه قد نقول تكفيري أو تجريمي أو ما شابه، ففيها علامات دالة يعني على الموضوع هذا قبل نتخذه، وإذا شاب تكتلات من فئات محددة أو شيء يعني مثل الأمور هذه ليست سهلة الحصر، لكن لها استدلالات، والاستدلالات تقديرية ونسبية. نعم. فتكون على حسب وجهة نظر الرأي، ومركز البلاغات متخصص بالأمور هذه، فيستبق المعلومات مجرد ورودها إليه يتحققوا منها قبل اتخاذ أي إجراء، وهم على دراية وباع طويل بالموضوع هذا. جميل. فعملية التخوف الزائد هي مطلوبة، وعملية التحدي على الناس برضو غير مطلوبة في نفس الوقت. بلا شك، هو الطرف الآخر يعني مركز البلاغات أنه يقوم بالتحقق معه بسرية تامة، يعني دون أن يكون هناك كشف لهوية من يتصل، وأيضا يساعده على يعني في بعض الأمور اللي أو كأسئلة أو كبعض النقاط المهمة اللي ممكن أنها تظهر أو تشير إلى أنه فعلا هذا الشخص قد يكون خطر أو لا. هل يعني ممكن تعطينا لو جزئية في هذا الأمر حتى يتعرف أكثر المستمعين؟ كجزئية ومثال صعب طرحها. أي نعم. لكن نقول كآلية، لو ورد أي بلاغ نفرض أنها بلاغ مشابه إلى حد ما إلى وصف أحد المطلوبين أو شيء، نعم، فطبيعي جدا أن الجهات الأمنية راح تأخذ بلاغها بكل سرية وبكل جدية إذا تطابقت بعض المواصفات أو احتمالية تواجد الشخص في نفس المنطقة أو غيرها. نعم. وسوف يتم التعامل عليها على حسب الآليات والإجراءات الداخلية لديهم حتى يتمكنوا من التحقق من الهوية والتمركز اللي هو فيه، وتطبق فيه الإجراءات بما يخص التسليم والقبض عليه أو ما شابه. نعم. بعض الأمور هذه تقف خطوة بخطوة، وإذا كانت على حسب جدية سواء مستعجلة أو غيره. نعم. يعني بيكون في مراعاة لكل جميع الأطراف، وبرضو نفس الشخص لن يتطرقون إلى شخصيته أو لشخصه، وراح تكون كل سرية، لأن الهدف الأول والأخير أمن حماية المجتمع قبل أي شيء. نعم نعم. مستمعي الكرام، ما زال حديثنا حول مركز البلاغات الأمنية والرقم 1-990 في هذه الحلقة، نقاط مهمة نتحدث عنها إن شاء الله مع المستشار القانوني الأستاذ معاوي الطريفي. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى، وحديثنا في هذه الحلقة خصصة عن التعريف بمركز البلاغات الأمنية والرقم 1-990.
هذا المركز الذي عمل عبر حملات تعريفية متعددة في مرحلتها الأولى لتشارك في رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض أو موسم الدرعية من خلال معارض مختلفة ومتعددة، وأيضا من خلال المعلومات للزوار عن مهمات مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990. فجميل جدا منكم مستمعينا الكرام أن تتعرفوا أكثر وأكثر عن هذه الحملة التعريفية وعن مركز البلاغات الأمنية، حق واجب علينا من أجل أن نحافظ ونساهم جميعا في أمن هذا الوطن العظيم. ضيفنا في هذه الحلقة المستشار القانوني الأستاذ معاوية الطريفي، حياك الله أستاذ معاوية مرة أخرى. يا هلا ومسهلا، يا حياك الله، يسلمكم. طبعا يعني إحنا لابد أن نتعامل مع هذه البلاغات أيضا بفهم، بمعرفة أكثر وأكثر، ولابد أن الواحد يعرف بعض الأمور المهمة. ومن ذلك أستاذ معاوية، أنت إنسان قانوني ومستشار قانوني، البلاغات الكيدية مهم نبرز هذه النقطة حتى نعرف ما الذي على الشخص إذا كان تكلم بهذه الأمور من ناحية القانونية، ويعني الأشياء التي لابد أن يفهمها. صحيح، البلاغات الكيدية يكون فيها إضرار لأناس آخرين أو لطرف ثالث. نعم. فقد يحاول بعضهم استغلال بعض الثغرات هذه انه يدخل انسان في معمعة قد لا تكون صحيحة، ويحاول تكييفها بطرق او باساليب ملتوية لتبدو كحقيقة وهي ليست حقيقة. فهذه فيها اضرار على اناس واشغال للاجهزة الحكومية والامنية في غير وجهها الصحيح. فبهذه الحالة تقام أحيانا عليهم بعض المحاولين لاستغلال الأمور هذه، بعض الدعاوي أو التأديب أو التوبيخ. نظاما يحق للمتضررين بهذه الحالة العودة على من قاموا مثل هذا العمل المشين بإقامة دعوة كيدية لكي يستعيد رد اعتباره ويكون فيها تعويض. نعم. بالناحية هذه سوء الاستغلال للأنظمة ينشأ عنه دائم نشوء حقوق أحيانا عامة وأحيانا حقوق خاصة تطول الأمد فيها، ويترتب عليه التزامات جمع على كل الجهتين من ناحية الحق العام ومن ناحية الحق الخاص. فيبيله الإنسان توخي الحذر والمصداقية مع نفسه، وأن لا يحاول أنه يستغل الأنظمة بما تتماشى مع أهوائه. بالعكس، مصلحة البلد ومصلحة المجتمع فوق كل شيء. ودليل على العدالة اللي ناتجة هنا داخل المجتمع إنشاء محاكم متخصصة مثل هذه الأمور. حتى اللي واقعين بالخطأ وقد وقعت منهم أخطاء، أكد المشرع والمنظم عندنا هنا على استقلالية القضاء، وأنهم يعرضون إلى محاكمة عادلة ليبدوا ما لديهم من دفوع ومن أمور حتى تتم محاكمتهم بالجرم الذي هم أخطوا فيه. نعم. فهذه من باب العدالة والمصداقية داخل مملكتنا الحبيبة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الناس لابد أنهم ينالون حقوقهم على شتى الأوجه. نعم. فمحاول المستغل هذا سوف يجد له الرادع، في نفس الوقت المجتهد الناصح الأمين الراغب باستمرار الأمن سوف يجد من يساعده ويطبطب على كتفه لغاية الوصول إلى الهدف المنشود. رائع. نعم. يعني البلاغات الكيدية هل هي كلها على درجة واحدة ممكن أن تأخذ أستاذ معاوية، أم أن هناك أنواع من هذه البلاغات الكيدية؟ البلاغات الكيدية حتى على الأمور العادية تجدها حتى داخل الوظيفة، فتختلف درجاتها على حسب الجرم وعلى حسب المحكمة الناظرة لها. نعم. يعني لو رجعنا إلى نفس المبدأ القانوني الأساس من ناحية الكيدية، تجدها حتى بالمسائل المدنية العادية أو أحيانا داخل الوظيفة العادية أو داخل الشركة أو في أي مكان، فيكون أحيانا في بلاغات كيدية وتختلف عملية الرد، فما بالك إذا وصلت إلى أجهزة الدولة أو زعزعة الأمن أو ما شابه. نعم. فهذه تختلف إجراءاتها عن الإجراءات السابقة، تختلف عقوباتها على حسب الضرر الواقع فيها. لكن عموما الأجهزة الأمنية عندنا واعية ومتفتحة منذ استقبال البلاغ، فيتم فرزه وتحليله وتوجيهه والتأكد منه قبل الأخذ به. نعم. الأجهزة الأمنية اللي لدينا ما هي جاهلة عن بعض الأمور اللي تسول له نفسه أنه يحاول يستغلها.
قبل ما ينطق أو قبل ما يتعرض للشخص فلان أو فلان ثاني هم عارفين وين التوجه الرئيسي الصحيح اللي فيه. نعم. فنادرا ما تكون عملية الاستغلال أو أنها ممكن أنها تمر مرور الكرام عملية الكيبية أو أنها تبدأ بالأساس. فالمعلومة الصحيحة على حسب معرفتي البسيطة أن هي التي راح تأخذ القنوات الصحيحة وتنطلق منها الحملة الأمنية. جميل. يعني بالإمكان أن تصنف بعض البلاغات الكيدية بأنها بعضها قد تكون مقصودة وبعضها غير مقصودة؟ صحيح، وأحيانا ما يأخذ فيها من مركز البلاغات من الأساس. أي أول ما تأخذ تسقط وتنتهي موضوعها. نعم نعم. وفق آلية معينة يعرفون خلاص يقيمونها على أن هذه نعم تحليل مختصة عندهم داتا كاملة ومطلعين. نعم. مركز البلاغات أستاذ معاوية طبعا بلا شك يعني وعبر الرقم الموحد هو باب من أبواب ردع الفئة الضالة ودحرها، وهذا لابد أنه إحنا يعني ندركه ونعرفه. يعني الدور المنوط أيضا يعني إحنا كمجتمع من خلال التواصل مع مركز البلاغات حول هذه النقطة. في أحيانا في نقطة قد ما كنت تطرقنا لها، قد يكون في خلايا نائمة، قد يكون في جنسيات مغايرة، قد نعم يكون في ناس لهم أهداف دينية، نعم في ناس لهم أهداف مالية، في ناس لهم أهداف اجتماعية أو أهداف أخرى غير معلومة. يعني هناك أبعاد يعني كبيرة. في أحيانا دول تحارب دول، وفي أناس يطمع للهدف المالي وقد يكون مرتزق، وهو في خلايا نائمة برضو لا ننساها المجتمع حقنا مفرة زي السرطان يتفشى ولا يظهر إلا باللحظة الأخيرة. صحيح. صحيح. الله يدحرهم إن شاء الله. آمين. والنقطة هذه يبيله الإنسان يكون واعي ومنتبه ومتيقظ لما يدور حوله. نعم. لأنه الأرض اللي انت تطأها الآن قد لا تستطيع أن تطأها غدا، لا أنت ولا أبنائك. من الحروب يعني نتعظ بالدول الجانبية اللي جنبنا وغيرها وصارت فيها نزاعات كلها بسبة دخلة وناس لهم أهداف سياسية أو مالية أو غيرها. فعلا. الموضوع هذا ما هو بسيط، وعملية تقييمه وتقنينه مستحيلة لأنه قد تنشأ الشرارة من أي شيء. فعملية الملاحظة والتبليغ هي عبارة عن ضربة استباقية لمن تسول لها نفسه وتخدم مصلحة البلد. نعم. حتى يستطيع نفس المبلغ ورهون أم قرير العين مستقر البال. النقطة هذه مهما تشعبنا فيها ومهما تكلمنا فيها لن نعطيها وحقها. عملية الأمن والأمان لن يوفيها أحد ولن يعرف قيمتها إلا ما فقدها. نعم. فهي نقطة عظيمة 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 على المجتمع بشكل فظيع. إذن تدعو من كلامك أستاذ معاوية الله يعطيك العافية لابد من رفع الحس الأمني عند كل شخص عند كل فرد حتى يكون واعي بما حوله، لا يكون يعني دون علم بما يحصل حتى يكون أكثر أمنا وحفظا، فهو الرجل الأمن الأول كما يعني قيل في ذلك. صحيح السلام. لأضغرة ولنتباهي تدور حولك المشبوهة تجمعات الغريبة لش أحيانا قد تكون مصاحب محل يعني بعض البلاغات يعني مش أشياء مشبوهة قد تدخل بعض التركيبات غريبة خاصة للناس المختصين. لو توضح الصوت أستاذ معاوي لأنه الصوت شوي بعيد. يعني خاصة بالناس المختصين المحلات الجمعية وغيرها نعم ممكن بعضهم مثل ما كان حصل أن راح إلى بعض الورش لعملية تصفيح أو استعمال بعض المنتجات اللي موجودة على سيارات محددة أو يعني أشياء ممكن يلاحظها عامل مواطن مزارع طعي بقالة أي أخرى. كل شخص حتى لو كان يعني بسيط في وعيه وفهمه ممكن أن يفهم. نعم. ممكن يسبب خطأ أو ممكن ينتج من عن طريق تعاملات اليومية خطأ. نعم. فكل مسؤولين ومؤتمنين مدامهم يعيشون على هذه الأرض المباركة. نعم. أنهم يتواصلون
الله يحفظه. يا هنطلع الفاصل الأستاذ معاوية ونستكمل معك فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا، ابقوا معنا. عودة لكم مستمعي الكرام، حياكم الله مرة أخرى. حديثنا ما زال عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 اللي تهدف إلى مد جسور التواصل والاتصال بين الرئاسة والمواطن والمقيم، وتهدف إلى تأكيد أهمية الإسهام من قبل المواطنين والمقيمين من الإبلاغ الفوري عن كل ما هو مشبوه، سواء كان من أماكن أو شخصيات إرهابية أو مطلوبة أمنيا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهين. وطبعا يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990، وأيضا يعني خصصت رقم من خارج المملكة، وهو طبعا مفتاح، أول شيء مفتاح المملكة اللي هو 00966 ثم 112-455-922. وكذلك تقدروا يعني تدخلوا إلى يعني الحسابات الخاصة أو الموقع الخاص لمركز البلاغات الأمنية لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الرئاسة وهذا المركز لمعرفة كيف فعلا نتعامل مع هذه البلاغات. حياك الله أستاذ معاوية الطريفي المستشار القانوني معنا في هذه الحلقة. يا هلا ومسهلا، سلمك الله بارك الله فيك. وكنا في نقطة يعني لعلنا فقدناها كده شوي بسبب خلل فني، لمعرفة اللي هو فعلا كيف يساهم المواطن والمقيم، وكيف يعرف إذا كان هناك أو هؤلاء أشخاص مشبوهين لابد أنه يكون يعني هناك معرفة بهم حتى يستطيع أنه يبلغ عنهم وهو على وعي ومعرفة كاملة عنهم. صحيح، هذه تكلمنا فيها قبل شوي. نعم. بالنسبة لكل مواطن أو مقيم لابد أنه عليه أنه يتفقد محيطه اللي هو يعيش فيه. جميل. قلنا قبل شوي مثل إذا كان مختص في محلات كيميائية أو محلات أدوات أخرى أو حتى على مستوى البقالة. نعم. في بعض الأشياء أحيانا تنتج أو ينتج عنها مواد قد تكون مضرة أو مفجرة أو ما شابه، يعني الوعي المدرك انه ويكون عنده ادراك ان البيع كميات كبيره من هذا المنتج انه فيه قصد الاضرار بالبلد هذا المعمار. فبعض الامور هذه ما هي بسيطه، خاصه في محلات البيع، وفرضت الدوله عليها رقابه عاليه وتتبع حتى الكميات الوارده لكل مكان واللي ينتج منها. فأحيانا تلاحظ بعض الأمور أنه تنقل بين عدة محلات أو شيء أو حاجة، أو نفس العامل يلاحظ أنه جال عدة مرات لشراء نفس هذا المنتج، فالبلاغ عليه في مثل هذه الحالة حتى ولو كان ما يعتبر سلبي، بالعكس يفيد الدولة. وفي بعضهم كان أول يتوجه إلى صناعيات بعض التجهيزات أو حاجة، فوش الغرض منها؟ نعم، هنا السؤال، هنا يجي دور المواطن. يعني فرض أن يقول محل إحدادة أو محل أي مكان وجاه واحد فجأة صفح الأبواب أو حاجة أو شيء، طبيعي جدا صاحب الورشة راح يتفاعل مع الموضوع أو أقل شيء تثير عنده الشبهات، صح ولا لا؟ بلا شك. فمثل الحالة هذه يتوجب عليه حتى لو كان فيها أي مخرج آخر أو ظرف آخر، يتوجب عليه أنها لابد أن يبلغ الجهات المعنية. نعم، وهذه نقاط مهمة فعلا تذكرت اسمعها فعلا. لابد أن يكون حصيف عارف بما يتم حوله، حتى لأنه قد يكون هذا خطر، والخطر حيكون أول من يعني يقع، قد يقع عليه هو وعلى أسرته وعلى من حوله. فمهم جدا أنه يعرف هذا الأمر، ليس أنه يقول والله لا أنا ما علي في أحد، لا، لابد أنه يكون فاهم وواعي بهذا الأمر. فعملية الوعي مو هو أني بس أني أقوم بعملي أني أديت شغلي وخذيت أجري وانتهى الموضوع، لا أي لا لا أي. هي فيها بعد أبعد من كذا، عشان يستمر أجرك يرد إلى جيبك، وعشان تستمر تجارتك دائرة، وعشان تستقر في عملك أو في مكتبك لابد أنك تحافظ على من هذا البلد. نعم، لابد أنك تكون
مطيع لولاة أمره وتحافظ على ما على المعطيات اللي فيه وتكون بذرة تمر منتجة بهذا البلد للحفاظ عليه. مو معقول إنك تشوف الخطأ أو تشوف الإنسان فرضا نقول اشترى نوع من أنواع الكيمياء بكميات كبيرة. هذاك اللي يتسبب له مكاسب مالية عالية. طيب نتج عنها تصنيعات أخرى هي جيدة قد تستخدم في عمليات أو مثل ما تطرقنا إذا لو راح لمح الحداد أو سوى أو فصل أو عمل أو أو أو, أو, أو. نعم. هذه كلها مضرة بالبلد. صحيح. ولا بد الناس يستوضحون الجهات الأمنية وش الهدف. نعم. الإجراء اللي هو سواه أو العمل اللي هو سواه. ففي هذه الحالة يقع عائق كبير على دور المقيم لأنه هو العامل، على دور المواطن لأنه هو المالك، وعلى دور الأشخاص الآخرين اللي يتعاونون معاهم ويسهلون لهم العمليات أو أوهم أو 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 أو. فالموضوع مو بسيط. نعم. ولا تقدر تحصره على إنسان محدد أو على شخص محدد. المجتمع كله في تكاتف، تستمر الأمور بطيبتها بتعاونها باستقرارها بأمنها وأمانها. أما إذا كان كل إنسان بيحرص على مصلحته الشخصية فهذا موضوع مضر. نعم. سرطان. نعم. يعني هذا تأكيد، وإحنا نريد أن نوجه أيضا يعني سؤال لك أستاذ معاوية الله يعطيك العافية. يعني في تضمنت رسالة مركز البلاغات الأمنية من الرسائل التي تقوم بتوعية فيها المواطنين والمقيمين، من هذه الرسائل: أخي المواطن، أخي المقيم، حسك الأمني أساس لهزيمة الإرهاب ودحر مؤامرات الأعداء، فلا تتردد في تأكيد استشعارك لمسؤولياتك الوطنية بالإبلاغ عن كل ما يثير الريبة بالاتصال على الرقم 990. الحس الأمني، نعم، وريد تعطينا يعني فعلا الحس الأمني هذا الذي لابد أن يكون في المواطن، ولابد أيضا أن ينقله لأبنائه وأن يعرفهم بهذا الأمر، لأنهم هم كلنا نتشارك في هذا الموضوع. يريد تعطينا يعني هذا الحديث حول هذا الموضوع. صحيح صحيح كلامك، هذا اللي تطرقنا له قبل شوي. أي. إنه عملية استشعار لما حولك ومحيط دائرتك وش يصير فيه من عملية. يعني تشوف بعض الناس فرضا أنه يتردد على مراكز أمنية من الخارج، أو أنه يحاول يستطلع، أو أنه يحاول يشوف، أو أنه يحاول يتكلم، أو أنه يحاول يحرض، أو يجمع جماعات معادية. نعم. هذه كلها وأنا قلت لك من البداية أنه جنودنا البواسل والجهات الأمنية اللي موجودة لن تنطع عليهم حيل الكيدية وما شابه، عندهم من التدريب ما يكفي، من وسائل التحليل العظمى والخارقة دوليا، بالإضافة إلى الداتا اللي موجودة عندهم لاستنتاج البلاغ صحيح أم خاطئ على الشخص المقصود. فالموضوع ما هو يؤخذ بعين الاعتبار أنه بلغ وانتهى الموضوع يلا على قولتهم جيبوه فغلوه. لا، عندهم وعي وعندهم تكنيك وعندهم أشياء يستشعرون بها. فلا يخاف الإنسان قبل لا يبلغ على حاجة فعلا تثير الريبة وتثير الشك. نعم. لأنك قد تكون جبت المفتاح الأولي لتفكيك خلية إرهابية أو عمل قد يضر بالمجتمع كامل، أو قد يسبب نزاعات داخلية أو طائفية أو ما شابهها. نعم. فعملية الاستهتار هي التي يؤاخذ عليها الإنسان، وقد تعود عليه بنفسه وبيته وعلى حياته، أنه الأضرار الناتجة عنها لن تعود على الدولة فقط، بل سوف تعود على المجتمع كامل. أول متضرر من المجتمع أنت أيها الشخص، أنت أيها الإنسان المكون لهذا المجتمع. فالموضوع كبير مو صغير. فالحس الأمني هو مفتاح تفكيك أي عملية إرهابية مستقبلية أو يخطط لها. جميل. البلاء يعني الآن التعامل مع الصفحات الإلكترونية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الواتساب وغيرها اللي ممكن أن تكون مدخل لترويج بعض الأفكار المنحرفة والضالة، يعني هذا مهم جدا أنه لابد أن ندرك هذه الأمور، سواء يعني إحنا مع استخدام هذه الأجهزة وأبناءنا، ولابد أن يكون في وعي في ذلك. ويريت يعني من ناحية القانونية إذا كان الواحد تكلمت عنها إذا تفاعل معها أو أنه أرسل شيء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، لابد أن ينتبه لمثل هذه الأمور.
صحيح كلامك، وشفنا الفترة الماضية بعض الأحداث اللي وقعت في مملكتنا الحبيبة وكانت مؤسفة جدا. نعم. سوء استعمال التكنولوجيا بطرق للتغرير بعض الشباب، أو توجهات تكفيرية، أو سلبهم إرادتهم بطريقة الوعي أو اللاوعي. أي. حتى على مستوى الألعاب، يعني حتى صار فيها بعض إضرار على مستوى العوائل، يعني حتى لو ما تطرقنا إلى يعني الضرر النفسي، هذا يعتبر ترهيب حتى للشخص. فعلا يعني الموضوع هذا كبير، أتوقع مهما كتب فيه من رسالات أو مهما كتب أو مهما تحدثوا فيه الناس لم يوفون حقه. الوسائل الخبيثة التي يستعملها المجرمون في عملية استدراج الناس للوصول إلى أهدافهم، سواء كانت سياسية أو مالية. الموضوع يعني مثل اللي قبل فترة طويلة من عدة سنوات اللي قام بقتل أحد أقاربه وكان عسكري أو غيره، كلها عمليات تغرير وغسل دماغ بمنطوقات منحرفة وتوجهات غير سليمة تؤدي إلى فساد العقيدة وتوجه العقيدة إلى أشياء أخرى. برضو في نفس النقطة، الاعتماد على بعض هذه الوسائل الإلكترونية وعدم الأخذ من المنبع الصحيح، سواء بالفتاوي أو بالتوجهات الدينية أو العقائدية أو ما يؤثر على سير الإنسان داخل المجتمع من ناحية اندماجه أو عدمه، وعيه أو اللاوعي. هذا الموضوع برضو ترى مؤثر علينا بصفتنا كشعب مسلم محافظ، عملية الاستقاء، فبعضهم يأخذها من منابع منحرفة بسبب توفرها داخل التكنولوجيا بشكل غريب، يعني يعطيه فرض مثل ما سمعنا عن بعض الألعاب أنك تبي الشهادة، تبي الجنة، تبي يعني كلام أي. عملية استدراج يعني للهدف اللي قدامه، بالأخير ينفذ أغراض أو أهداف خاصة فيه أو بالجماعة اللي هي منتجة لهذا الشيء. لو كان الاستقاء الصحيح من نفس المصادر الصحيحة كما وصلوا إلى الموضوع هذا، ولو كان فيه إحساس من داخل البيئة اللي حوله واستبقوا الموضوع هذا كما توصلوا إلى الموضوع هذا. حتى لبعض العمليات اللي تمت سابقا ودحرت بحمد الله وفضله كانت ناتجة بعضها عن المواضيع هذه، إنهم عاهدوا عن طريق كذا أو فعلوا أو أي شيء آخر، ففيها أضرار على قدر ما فيها من نفع، فسوء الاستعمال وسوء التوجيه هو المضر. نعم. رح نكمل معكم مستمعينا الكرام حديثنا حول مركز البلاغات الأمنية والرقم 1999، وهم جدا أن تكون لنا هذه المعلومات المهمة والوافرة مع ضيفنا الأستاذ معاوية الطريفي المستشار القانوني. فاصلة من عودة إليكم، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعين الكرام، هلا فيكم مرة أخرى. اليوم نحن في هذا الوطن محسودون جدا على نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في كل شؤوننا مقارنة بما نشاهده في كثير من المجتمعات القريبة، وكما ذكر ذلك الأستاذ معاوية الطريف العطي العافية المستشار القانوني وهو ضيفنا في هذه الحلقة. الله يسلمكم. لذلك هذا الاستقرار، هذا الأمن، ولله الحمد جعل هذه البلاد المباركة مطلب غالي للعمل وللزيادة، أيضا من أجل أن نعمل بيد متكاتفة بعضنا البعض. لذلك فإن هذه النعمة تتطلب منا المحافظة عليها وعدم إتاحة الفرصة للأعداء اللي بتغيظهم هذه النعم اللي تعم هذا الوطن، واللي بنراهم يسعون بكل الطرق والأساليب للنيل من هذا الوطن حسدا وكرها، ولكن بتوفيق الله عز وجل ثم بقيادة هذا الوطن وتكاتف ووحدة شعبه، فإن كل محاولات أولئك الأعداء اللي بيقوموا سواء بشكل ظاهر أو خفي سيبقى هذا الوطن بعون الله تعالى شامخ راسخ حاميا للإسلام والحرمين الشريفين. وطبعا حديثنا أستاذ معاوية الله يعطيك العافية، إحنا بتكلم لمن أراد يعني الآن، سواء من أراد أن يعدل من هذا الفكر الذي لديه شيء من هذا السلوك اللي ممكن أن يتسبب للوطن بسبب الفكر الضال، كيف فعلا يعني أن يعمل بشكل جاد وأن يتواصل مع مركز البلاغات الأمنية حتى يخرج من هذا المأزق الذي قد يقع فيه؟ صحيح كلامك، يعني دولتنا الله يحفظها
سهلت على المطلوبين وعلى المجرمين على اللي عليهم ملاحظات عملية تسليم أنفسهم. نعم. وعادتهم بحسن المعاملة وحسن الاستقبال، وحتى قبل يعني كان من فترة طويلة أطلق سراح بعضهم بعد إعادة تأهيلهم التأهيل النفسي والتأهيل الديني الكامل بما يتوافق مع الأحكام الصحيحة والشريعة السامحة، وإبعاد الفكر الضال عنهم تماما وعقب أهليتهم وأنهم قابلين للاندماج مع المجتمع. تم إطلاق سراحهم ووعدوا أيام الوزراء السابقين كانوا، وحتى توفروا لهم وظائف وعدلت من معيشتهم وضمنوا لهم الحياة الكريمة. فما نجد من دولتنا إلا ثل تكريم لأي إنسان وتستقبلهم لأنهم هم أبناء الوطن وسوف يحتضنوا هذا البلد المعطاء كما تحتضن الأم الابن الخاطئ. نعم. فلم نجد في الإجراءات السابقة والتي تمت إلا كل عفو وغفر لأي مذنب تم من قبله الذنب. فمن الأفضل لهم انصياع لما يقولونها أولياء الأمر وتنفيذه والاندماج تحت الشريعة السمعها وعدم التعصب لأي جهة أخرى. نعم. وأن نكون فعلا إحنا من نحقق هذا الأمن بهذا التكاتف مع يعني سواء يعني كتائبين وكمجتمع بشكل عام، يعني يعينهم أيضا وأن يحتويهم وأن يكونوا ضمن نسيج هذا الوطن بين مواطنيهم ومقيميهم وبين أهلهم وأحبابهم وأقاربهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده. صحيح صحيح. والهدف كله أنه يعيش داخل مجتمعه آمن مستقر لا يخشى شيء. فهذه نعمة لن يجدها في أي مكان آخر. يعني على التعسفات اللي تكون في خارج المملكة الحبيبة ننظر بعض الأمور تكون شنيعة، لكن أهدافهم داخل هذا البلد المعطاء وعدم رغبتهم باستقراره لما ينالونه حتى المقيمين فيه وتنافسهم في البقاء فيه شديدة شديدة جدا، ويكيدون له كيدا عظيم. نعم. فلا بد أنه يفعل كل إنسان دوره في سبيل الحفاظ على هذا الوطن بما يحفظ استقراره لذاته قبل أي شيء. نعم. إذن أستاذ معاوية، مهم جدا أنه لابد أن ندرك إحنا أو كيف فعلا نقاوم الفكر المنحرف في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير، هذه الكم الكبير أو هذا الكم الكبير اللي بيصلنا من كل قناة من كل ويب سايت تواصل اجتماعي، يعني كيف فعلا نستطيع أن يكون هناك حاجز منيع بين هذه الأفكار وبين عقولنا وأرواحنا. صادق صدقت بهذه المقولة. نعم. وهذه تطرقنا لها قبل شوي. نعم. قلنا أن الإنسان لابد أنه يستقل معلومة من المصدر الصحيح في ظل الانفتاح اللي صاير الحين. حتى قلنا تكلمنا على مستوى الأطفال وعلى مستوى الألعاب، يعني عملية دخول الجهات المعادية لنا من كل باب وفوج. يعني تخيل انه الطفل يلعب في لعبه فجاه يقول له انت تبغى ما ادري، يعني يجي له على امور اساسيه بالدين. إيه. يحاول يحفزه يقول هل لك قريب عسكري، هل لك قريب، يعني شيء مضني. عمليه متابعه داخل البيت للاهل وللابناء الناشئين اللي ممكن زعزعتهم، هذا دور على كل مواطن. عملية المتابعة لما يحيط فيك، عملية المتابعة لما ينشر ويصل إليك من معلومات قد تكون مضرة على المجتمع، عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الصحيحة، مصادر الإشاعات ومكافحة الإشاعات لتستثير الشعب والرأي العام. إذا رأيت فيها ما يثير الشبهة برضو يبي لك تنتبه لها وتبلغ فيها الجهات المعنية. هذه كلها أمور مضرة، مضرة صحيا ومضرة على البلد ومضرة اجتماعيا بشكل خطير، وقد تؤدي إلى زعزعة. نعم. إحنا طبعا الحلقة أزف وقتها أستاذ معاوية، لكن إذا كان هناك من أمور مهمة جدا ترغب في إيضاحها وأنت مستشار قانوني وهناك مهم يعني من النقاط اللي لابد أن تذكر للسادة المستمعين. هي في نقطة مهمة. أي. عدم التخوف من البلاغ عبر الوسائل التي سهلتها الحكومة
فيما فيه المصلحة العامة. أي. في حالة الاشتباه، الاشتباه الحقيقي واللي يثير الريبة، لأن قد تكون أنت مفتاح من المفاتيح لتفكيك خلية كاملة أو مقر قد يستهدف استهدافا شنيعا. فلا يستهين الإنسان بمعرفته أو بما يستثار من حوله، وتأكد الرجال الآن راح يساعدونك وأنهم سوف يكونوا مناصرين لك ويتحققون من المعلومة. جميل. عدم الخوف أهم شيء. نعم، أنا أشكرك أستاذ معاوية الطريفي المستشار القانوني على وجودك معنا وحديثك المثري حول أمور مهمة جدا من أجل أن يكون هذا الوطن الغالي مستتب أمنيا، ويعني يكون بإذن الله تعالى مصدر استقرار ورخاء وراحة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضه. شكرا جزيلا لك. طول بعمرك حبيبي، شاكر ومقدر. سلمكم الله، وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع. وهذه الحلقة ستكون بإذن الله موجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بالإمكان الاستفادة من المعلومات الوافرة فيها. هذه تحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول زميلة هالة منصور. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.